ولكن النهارده انا متبلاها تتبيله حلوه قوي قوي، وعامله رز كمان وهنسويه على النار من فوق مع الفراخ. تعالوا نبص على المقادير بتاعتنا عامله ازاي، وتتبيله الفراخ هتبقى عامله ازاي، وتتبيله الرز كمان هتبقى عامله ازاي. مقاديرنا هتنزل على الشاشه، وقبل ما مقاديرنا ما تنزل على الشاشه عايزه افكركم ان في صينيه بتتحط هنا او محطوطه سخنه قوي، ومعاها ووك. الووك ده اللي هدي فيه صدمه للفراخ او للوراك، ودي اللي هسوي فيها الرز مع الفراخ. نونا، هو انت عامله مندي؟ لا، المندي احنا بنتبل الفراخ وبنسيبها نيه وبنحطها مع الرز وكله بيستوي في الفرن. امال انت عامله ايه؟ انا عامله النهارده رز بالفراخ والاثنين في صينيه واحده. تعالوا بص كده على المقادير، عندنا اوراق الفراخ بالرز او اوراق الدجاج بالرز. عندي اربع اوراق دجاج متشرطين زي ما انتم شايفين كده، ومتصفيين كويس قوي وناشفين من الميه بتاعتهم. معايا ايه كمان؟ معلقتين كبار من الثوم، معلقتين كبار فلفل احمر حامي، نص كوبايه دبس رمان، ونص كوبايه عسل اسود، وشويه من الخل وشويه من الزيت. دي كده تتبيله الفراخ، تتبيله الفراخ. وقبل ما احط فيها الفراخ هاخد حبه صغيرين منها كده عشان اتبل برضو بيهم الرز، يبقى التسويه والتطعيمه واخده من بعضها. طيب معانا التوابل ايه بقى اللي هنحطها في الفراخ؟ خرنجان باودر، لورا باودر، حبهان باودر، كزبره ناشفه، وبابريكا، وكاري، وملح، وفلفل اسود. وارجع واقول كل الخليط ده لما ينزل على النار او قبل ما ينزل على النار على الفراخ هياخد منه حبه عشان اتبل الرز. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الرز هنعمله بايه ولا مكوناته ازاي. عندي اربع كوبايات رز بسمتي ابيض ومنقوع نص ساعه ومتصفي، بصلايه مفرومه، معايا معلقتين كبار ثوم مفروم، معلقتين كبار فلفل حامي مفروم، ثلاث فلفلات الوان مفرومين ناعم، طماطميتين متقطعين ومتقشرين متقطعين مكعبات صغيره، زيت لورا بودر، حبهان بودر، ملح، وفلفل اسود. تتبيله يعني تشموا ريحتها او تبداوا ان انتوا تستطعموها كده في بقكم من قبل ما نشتغل. طيب عندي الصينيه بتاعه الرز، هبدا ان انا اشوح فيها ايه؟ عندي زيت، هحط هنا زيت وهحط هنا زيت. وخلوا بالكم انا ليه هدي صدمه للفراخ واسويها شويه بره؟ عشان الرز البسمتي مجرد ما بيتحط عليه الميه المغليه ربع ساعه بالظبط، تظبطوها على ساعتكم وتلاقوه استوى. ربع ساعه؟ انا والله واحد مره قالها لي، قال لي ربع ساعه الرز البسمتي بيستوي؟ اه. قال لي امال مراتي بتقعد تسوي فيه حوالي ساعه الا ربع او ساعه ليه؟ عشان اولا ما بتنقعهوش، ثانيا ما بتحطش الميه مغليه، ده اللي بياخد وقت. فالنهارده هنشوف قد ايه الرز تسويته سهله جدا في ربع ساعه بالظبط. عندي هنا للرز زيت في صينيه سخنه، هنزل عليها بالبصل. انا كده بحضر الرز. عندي ايه؟ عندي ثوم عشان يطلع الروائح بتاعته، والفلفل والطماطم مش هنزلهم دلوقتي علشان ما يجيبوش معايا ميه. حطيت هنا دبس الرمان والعسل الاسود، وادي التوابل بتاعتنا، ومش كلها علشان من نفس التوابل هاخد للرز. بعمل ليه الخليط ده؟ علشان هاخد منه جزء واسيبه مع الرز، وارجع بعد كده اخد الباقي للصدمه بتاعه الفراخ بالشكل ده كده. حطيت التوابل على بعضها، وادي الخليط زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هاجي اعمل ايه دلوقتي؟ هروح منزله باقي مكونات الرز هنا اهو، اللي هي الفلفل، والناحيه الثانيه هدي صدمه للفراخ. بسم الله، ننزل بالفلفل الاول. بصوا كده بقى، ادي الرز اهو تمام. الناحيه الثانيه الزيت بتاعنا اتقدح، هعمل ايه؟ كل اللي هعمله هروح واخده الوراك كده وانزل بيها على الناحيه اللي فيها الجلد. عايزاه ياخد الصدمه ويتغير اللون بتاعه خالص. ممكن نعمل وركين وركين علشان كل واحد ياخد براحه في التحميل. بصوا المنظر. يتغير اللون بتاعه، وهروح شايلاه وحاطه الوركين التانيين، وبعد كده هروح حاطه كل المكونات مع بعضها. الناحيه التانيه خلوا بالكم انتوا شغالين علشان الزيت ما يترطش في وشكم. بسم الله،
انا مستمعاك يا راجل، مستمعاك. تخلوا بالكم ولما يكون فيها حاجه فيها زيت او الكلام ده كله ما تخلوش اطفال تقف معاكم بالله عليكم. طيب الناحيه الثانيه الرز ماشي معايا تمام وزي الفل. الخليط بتاعه دبل، حطينا له ملح وفلفل اسود مع جزء من التوابل اللي احنا عملناها مع بعض للفراخ. فاضل ايه؟ فاضل الثوم. حطيت ثوم في الاول وده انا سايباه في الاخر عشان تبقى الروائح بتاعته طالعه. كل اللي محتاجاه دلوقتي ايه؟ ان انا اروح نازله بالرز. اتغسل واتصفى ورجعنا بعد كده نقعناه نص ساعة في مية من الحنفية عادي جدا، في مية من الحنفية عادي جدا، ما تبقوش ان انتوا تحطوا تنقعوه في مية سخنة علشان ما يبصش مننا. انا ممكن في المرحلة دي اشيله من على النار واقلبه براحتي خالص على ما الفراخ تاخد الصدمة بتاعتي. بصوا شكل الرز عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. الفراخ بتاخد الصدمة، هقلبها الناحية التانية علشان يبقى خدت الصدمة من الناحيتين، واحط عليها باقي المكونات بتاعتها. وطبعا التوابل بتاعت الفراخ فيها خطنجان، فمعنى كده ان هي هتسوي لي الفراخ بسرعة جدا، مش هتاخد وقت في التسوية. يا دوب على ما الرز ما يستوي تكون الفراخ استوت. كده الرز اهو معايا تمام وزي الفل. اقلب الفراخ. شايفين منظرها عامل ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده. وارجع بقى بعد كده اروح احط على نفس التتبيله بعد ما خدت منها جزء للرز، انزل بقى بالثوم وانزل توابل. حطينا الفراخ ونفس التوابل تتحط للرز. كده احنا مطعمين ده زي ما مطعمين ده. التوابل اللي هتنزل على الرز هي هي التوابل اللي نزلت على الفراخ مع العسل ودبس الرمان وباقي المكونات كلها بالشكل ده. كده ريحة الرز هايلة وريحة التتبيلة اللي احنا عاملينها للفراخ برضو هايلة. رفعته من على النار ليه؟ علشان انا مش عايزة ياخد تسوية قبل ما احط له المية المغلية، وعلشان ياخد تسوية الفراخ، لان لسه تسوية الفراخ هتبقى مع الرز. تعالوا كده، بسم الله. بصوا عملت ايه، خدت حبة من الزيت عشان امشي بيهم التتبيلة. لا مش سامعاكي. بصوا كده شايفين، شايفين المنظر اللي انا عايزاه؟ هو ده المنظر اللي انا عايزاه، ان الفراخ نفسها تاخد من التتبيله ان نزلت دي في حبه الزيت. هسيبها حوالي 5 دقايق تشرب بس من المكونات دي كلها، وارجع بعد كده اروح رصاها على صينيه الرز بتاعتنا الحلوه دي واديها عقد الميه. هديها عقد الميه اللي هو كام؟ دول 4 كوبايات من الرز. يتحط له كام ميه مغليه؟ 8 كوبايات. 8 كوبايات ميه تكون مغليه، ما تبقاش سخنه عاديه او ما تبقاش من الحنفيه. ليه؟ علشان اولا هتوقف لي السوا بتاع الرز، هتخلي الرزايه معايا محصوله ما تبقاش ان هي مستويه، هتخليها ناشفه
تيجي تاكليها تحس ان هي نيه وهي مش نيه، ما تبقيش عارفه طب انت عايزه تزودي شويه ميه ولا عايزه تعملي لها ايه، ما تبقيش عارفه انت عايزه تعملي ايه علشان الرزايه يتظبط طعمها. فعشان كده الميه لازم تكون مغليه. شلته من على النار، مجرد بس ما الفراخ تاخد الصدمه هروح رصاها على الرز من فوق واروح اطلع عقد الميه بتاعه واقفلها فويل وتستوي على البوتاجاز من فوق اكني بسوي رز عادي خالص. طب يا نونا كده الفراخ هتبقى لونها فاتح او مش هتبقى متحمره؟ لا ازاي، بصوا ازاي مش هتبقى متحمره، امال احنا التتبيله اللي احنا عاملينها دي وبننشفها بيها تبقى عامله ازاي؟ بصوا المنظر ده اللي انا بتكلم عليه اهو، هتطلعها لكم كلها بالشكل ده اكنك سوياها في الفرن من غير ما تتشوي اهو. نرجع تاني علشان تكمل التسويه بتاعتها، بص المنظر اكنها مشويه بس هنشوي وهنسوي من فوق من على البوتاجاز من فوق مش من الارضيه. هغطيها ونطلع فاصل، نطلع نرجع من الفاصل تكون خدت التشويحه بتاعتها والصدمه واللون اللي انا عايزاه، نرجع نحطها على الرز ونسقي العيد بتاعه ونسيبه يستوي. ومجرد ما نحطه على النار ربع ساعه على ساعتنا وهنشوف شكله يبقى. الميه اللي هم 8 كوبايات ميه مغليه على الاربعه رز سقطتهم بالشكل ده ودقت الملح بتاعه لقيته دلع شويه، رحت مزوده له شويه ملح وظبطت الملح بتاعه. الفراخ زي ما انتم شايفين كده اللي يشوفها يقول ان هي استوت مش نيه ولا مسلوقه، دي مشويه لكن اتعملت على البوتاجاز. طب هو اللحم بتاعها كده استوى؟ لا ما استوش. ليه؟ علشان انا يا دوب اديتها صدمه بس في التوابل بتاعتها، كل اللي انا محتاجاها اروح عامله كده. نونا هو انا ينفع بعد اللي انت عملتيه ده احطها لو انا ما عنديش مثلا مكان على البوتاجاز وبعمل كذا حاجه، ينفع احطها تستوي في الفرن؟ اه ينفع، بس هتاخد وقت اكتر من ربع ساعه عشان الفرن درجه حرارته مش مباشره، النار بتاعته مش مباشره للاكل، لكن البوتاجاز مباشر للاكل. فاحنا دلوقتي مجرد ما احطه على النار هنظبط ربع ساعه ونرفع الفويل من عليه وهتلاقوا ان الرز استوى. طب هو الربع ساعه دول يلحقوا ان هم يسووا الفراخ؟ اه، لان احنا حاطين لها خرنجان والخرنجان ما بياخدش وقت للتسويه بتاعت الفراخ. بسم الله. سامعين الصوت وجع كده؟ الميه مغليه، الصينيه اصلا كانت سخنه، مجرد ما تحطها على النار هتبدا ان هي تغلي وتسوي لنا الرز. بسم الله. خلوا بالكم لو انتوا قافلين حاجه في فويل وتكون سخنه وانتوا بتفتحوها. بسم الله بسم الله ما شاء الله. شايفين المنظر عامل ازاي؟ لونها الفراخ استوت؟ اه طبعا اهو، عشان انا حاطه لها خلونجين والصدمه اللي انا مديها لها انا ضامنه ان هي استوت. والرز زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليه، هسيبه قدامكم خمس دقايق كمان من غير غطا. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ادام الخروم دي اتعملت كده يبقى رز تمام اهو. نوطي النار ومش هغطيه. يلا بينا. بسم الله.